مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة اليوم قصة عسكري يمني يهاجمون الجن، ومو جن عاديين، جن البحار. وقضى ليلة مرعبة ومخيفة ووسط البحر بسبب هالموضوع هذا. قبل لا أبدي بالقصة وسرد أحداثها، صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصة. ومثل ما تعودنا بكل قصة، أنا أخذ الدور بها. اسمي صالح، وحاب ما أذكر شوية أشياء عني أو عن حياتي الخاصة للخصوصية، لكن راح أذكر لكم اللي حصل لي ويا جنية البحر. طبعا هذا أسوأ أنواع الجن، راح أحكيكم عن المساوئ مالته وبعدين أسرد لكم القصة. أول شي، تحس أنه أنت طول الوقت راسك يفتل بيك، وتشعر بدوار دائم، وتشعر بتقيؤ، وتشعر انه جسمك ما موجود وياك، وتشعر انه جسمك هش وهزيل وما تقدر حتى توقف على اقدامك. واكو نقطة تبين على الواحد اذا صاب جن البحر، كانوا دائما يتواجدون يمي اوقات المغرب. اشتم ريحة مو طيبة جدا، كأنه مال ماي راكد، او كأنه هاني بوحل، وكان دائما جسمي يصب بعرق، وهي هاي النقاط مارتهم لما تنصاب بماس من عندهم. طبعا هم يظهرون للشخص اللي يكون وحده، ويظهرون للشخص اللي يكون خايف. انا صح كنت اداوم عسكري، لكن اخاف من البحر بسبب انه عندي اخ اصغر من عندي مات وغرق بالبحر، وظل فترة يلا لقينا. المهم، بدت قصتي بيوم من الايام لما نزلت من دوامي واحتاجيت انه انا اصعد عبارة، لكن انا نزلت بوقت متأخر، والعبارة هاي توديني من جهة جهة ثانية، وتقريبا حسب الزورق او حسب القارب اللي يلقاه. اذا يلقى قارب يمشي سريع يعني ما ياخذ غير 10 دقائق، واذا يلقى بطيء ياخذ 20، والابطأ منه ياخذ نص ساعة او اكثر، او احتمال اكثر من هذا الوقت. يلا اعبر للصفحة الثانية. المهم، رحت للمكان اللي كانت بيه السفن والقارب، وبديت اناظر ما كان اكو اي احد. هذيك الليلة كانت ليلة مرعبة جدا بالنسبة لي. ما كانت ظلمة، القمر بيها مكتمل، لكن كانت ليلة راقدة وواقفة، وريحة البحر كانت مو طيبة نهائيا. وانا كان بيها خوف، وكان عندي احساس انه انا راح اموت بهذا اليوم. ما اعرف شلون كنت احس هيك. المهم، ظليت واقف واطالع، وقلت هسه انا اذا ما لقيت احد يعبرني للصفحة الثانية شلون راح اعبر. المهم، بتنام وانا جاي اتلفت يمين ويسار، شفت إضاءة كأنه تتحرك بعيدة عني، وقلت هذا أكيد أحد الناس اللي عندهم قارب موجود بالمكان، ورحت أتمشى عليه. استمريت تقريبا بحدود الدقيقتين أو ثلاثة أمشي لغاية ما وصلت له، ما كان قريب علي. وبعد ما وصلت لقيت رجل كان حاط على راسه قطعة من القماش، مع العلم كان الجو يعني حار، ما أعرف ليش حاطها وما كانت خفيفة. تكلمت ويا الرجل وقلت له أريد أعبر على الصفحة الثانية، والرجل هز براسه إلي وقال لي يعني أصعد، لكن ما كان يتكلم، يعني بس يسوي لي شغلات براسه وبإيده، وافتهمت أنه يقول لي أصعد. واللي خلاني أصعد ويا مباشرة بدون ما أسأله بدون ما أجادله، هو لأن ماكو أحد، والوقت كان متأخر عابر الساعة 9 وماكو أي أحد بالمكان، يعني هذا الشيء. وبعدين قلت احتمال هو رجل فقير، واحتمال حتى ما عنده مكان ينام بي، يجوز ينام هنا. فمباشرة صعدت وصار يمشي. البلم اللي كان يقود بي ما كان بلم كبير، كان صغير وقارب صغير، والموتور مال القارب كان شغال، وصوت القارب كان غريب كأنه عطلان وجاي يمشي بالقوة. فجأة وحسيت انه القارب صار مثل اللي يهتز، بديت اناظر ما كان اكو اي احد. المهم، قلت خليه امدد بين ما نوصل الصفحة الثانية. مددت بالقارب، كانت بخشب حطيت راسي عليها، والرجل كان مقابيلي. الحد ما مرة واحدة القارب بدأ يخوف بالمشي، والصوت مال المحرك بدأ يقل شوية شوية الحد ما طفى بالكامل. الرجل هذا كان جالس على جلسته، ما كان يتحرك ابد، وكان جالس بالمقدمة مال القارب. صرت اتكلم وياه واقول له يا عم ليش وقف، تعال شوفه. طبعا احنا بوسط بحر
ويكون الظلام أكثر. أنت صح تشوف القمر لكن ما تشوف حاجة، الوراي الأشياء اللي كنت أشوفها اختفت والقدامي كانت مختفي. كنت مرعوب من المنظر اللي أنا بيه، واتكلم ويا هالرجل وكان ما يرد لي. الإضاءة اللي كانت عنده ومشغلها قدامه طفت مرة واحدة، وفجأة والرجل قام ووقف على حاله ومباشرة نزل بالمي هو وملابسه والحاجة اللي كان مخليها فوقها. صارت عندي قشعريرة من الأمر، ليش سوى هذا الشي الرجل ما أدري، وبديت أطالع لكن ما جاي أشوف الرجل وين اختفى ما أدري، وليش نزل بوسط المي. الهدوء كان يعين بالمكان وما كنت أسمع أي صوت. المهم حاولت أدور بالأشياء اللي كانت بالقارب هذا أو البلم، المهم جاي أدور فيه ولقيت مصباح، وبعد ما شغلت هالمصباح هذا وبديت أضوي ما كنت أشوف شي. المي أسود سواد مو طبيعي وحالك، وبتنام هاني جاي أضوي حسيت أنه أكو شي ضرب القارب. الضربة كانت قوية لدرجة أنه هي فرت القارب من مكانه، ما أعرف شلون ظليت مسيطر وما سقطت بالمي. وبعدها صار ينضرب ضربات خفيفة من اليمين واليسار، وحاول انه اضوي وما المح غير حاجة سريعة، قلت احتمال يعني اسماك كبيرة التمت حوالين القارب. وبثنامة ظليت مركز وشاعل الاضاءة، اتفاجئت كان اكو الشخص اللي كان يسوي هذا الشيء، وكان سريع جدا وكان حتى ملابس كل شيء، يعني جسم مال شخص بشري لكن النصف الاسفل مالته كان غريب بعض الشيء، كأنه كتلة من اللحم ملتصقة ما كان عنده أرجل. هالمنظر هذا راد يوقف قلبي من الخوف، وصار قلبي دق دقات سريعة. ظليت جالس بالقارب وحاول أقرب آيات من القرآن، وجسمي كله يرتجف والقارب يروح بي يمين ويرجع بي يسار. كنت ملزم بالأطراف مات في سبيل لا أسقط بالمي، ومرة واحدة ما حسيت غير إيد تنحاط على إيدي، انصاب جسمي بقشعريرة بالكامل. يوم اللي طالعت بالإيد كانت إيد ضعيفة جدا وإلها أظافر، والأظافر كانت باللون الأسود. شغلت الإضاءة عليها وهي كانت لازمة إيدي بهاي الطريقة. الرعب اللي كنت بيه في ساعتها ما كنت أستوعب اللي جاي يصير، ولا متخيل بيوم من الأيام راح يصادفني هيك موقف. المهم ما أعرف شلون قفزت من مكاني ونسيت انه انا بداخل بحر وبداخل مي، قفزت من القارب مباشرة بالمي. يوم اللي غطيت جوه اتفاجئت انه ماكو شي والمكان اظلم، واداركت الموقف انه انا خلاص راح اغرق، لان قمت انسحب لي جوه كأنها اكو فطاقة جاي تنزلني، يعني كل ما احاول اصعد للاعلى واوصل ما كنت اعرف شنو اللي حدث، لحد ما قمت اشوف اضاءة موجودة وحاول انه اطلع وما اقدر، والرأتين ما تنترست مي تقريبا، وما حسيت غير ايد تنمد وتسحبني. المهم صعدت واني خالص على الاخير، لكن يوم اللي فتحت عيوني لقيت مرة جالسة وياي بالقارب، ولقيت الرجل كذلك. انا ممدد لكن القارب بعده موجود بالبحر، يعني ما وصلنا على الجهة اليابسة. اضاءة كانت مشعولة بوجهي والاضاءة ضاربة عليهم، يعني شفتهم بكل وضوح. مرة كانت لابسة يعني مثل العباء لونها أسود كامل، وهو كان لابس اللون نفسه. هو وجهه ما كان واضح لكن هيكله مبين هو نفسه الشخص. بديت أتراجف وقلت لهم انتو شلون صرتوا اثنين بالبلم؟ رجعت المرة وجاوبتني، قالت لا تحكي وياه هو ما يسولف، احكي وياه أهني، أنا اللي نقدتك، أكو واحد مجنون ينزل بنص البحر بهذا الوقت؟ هناك ما عرفت اجاوبه ولا عرفت اتكلم وياه. الموقف اللي حدث لي يمكن لو صاير لي حلم ما اصدق. قلت لها انت اللي طلعتيني؟ قالت اني اللي مديت ايدي وسحبتك. بديت اطالع عليها كانت منقعة بالكامل، والقارب كان بي مي، هم بجهة وانا بجهة من القارب لكن جسدي كله يتراجف. قالت لا تخاف ولا ترعب، احنا طلعناك وراح نوديك للجهة الثانية، وهذا اليوم يومك. قلت لها ما افتهمت، ضحكت وكانت تقول هذا يومك يعني انت راح توصل بخير، بس بعدها
ما أضمن لك. قلت له شلون راح توصليني وهذا أصلا عطل وفجأة، وكان يرجع يدور المحرك وحده، وصار القارب يمشي، لكن هالمرة يمشي ببطء وصعوبة. ظليت ساكن بمكاني، وصاروا هي وهالشخص هذا يتمايلون يمين ويسار، وكان تتكلم كلام غريب ما فهمته، لكن الرجل ذاك صار يرد عليه. هو بالبداية كان ما يتكلم، لكن كلامهم كان غير مفهوم بالنسبة لي. اللغة مالتهم أصلا ما كانت عربية، وكان الكلام مالتهم كأنه بيه همهمات، كأنه بيه تأتأات هواي، يعني ما كنت أفهم اللي جاي يقولوه باختصار، وكانوا يتحركون بصورة غريبة جدا. وبعدها قلت لها شو وقت نوصل؟ افترت علي، ويوم اللي افترت كانت عيونها بيها لمعة غريبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وردت مرة ثانية، اتجهت بالاتجاه إلى الأمام، واني حاولت أتذكر آيات من القرآن وبديت أقرأ. فجأة وكانت تقوم تسوي اسكت لا تحكي، اسكت لا تتكلم، وقامت تهز براسها بصورة مو طبيعية، وتحاول ان هي تحرك القارب على اليمين وعلى اليسار، وصار يميل بي يمين ويسار بقوة مو طبيعية. تخيلوا كان يميل لدرجة انه هو يغرف مي وياه لحد ما انقلب قلبه كاملة. وهنا قمت ما اشوف كل شيء، والقارب ما اعرف وين راح، واني ما اعرف ايش بي. قبل صرت ابلع مي واشعر انه ناس موجودين يمي يلزموني. في ذاك الوقت حسيت انه كل هذا اللي جاي يصير حلم. وبعدها يوم اللي فتحت عيوني لقيت نفسي مشمور على اليابسة، ومرت علي ليلة من أقسى وأرعب الليالي في وقتها. كنت متعب جدا، الشمس ضاربة جسمي، وقعدت واني ما مصدق شلون وصلت لهنانة، ما كنت أعرف. المهم في وقتها كان جسدي كله كأنه متلسع من حاجة موجودة على الأرض، يعني أحمر بصورة مو طبيعية، وعندي وجع بأسفل رقبتي وأسفل ظهري، وتعب، وجسمي كان تقريبا شبه مشرح، كأنه هاجم علي حيوان، أو كأنه أني داخل بمكان بي أشواك. كل جسمي كان مشقق، يعني فتحات صغيرة. وبعدها رجعت لأهلي، يوم اللي شافوني كانت حالتي يرثى لها، صاروا يسألوني شنو اللي صاير وياك، حكيت لهم، وهذا الموقف اللي كان غريب. الليلة هاي عدت وما أدري شنو اللي صار به، لكن كل 5 دقائق كأنه تصير قدامي صورة مال شخص شكله مرعب، وأطرافه تكون مرعبة وأصلا مو واضحة. وتقريبا جميع الأشكال اللي صرت أشاهدها من إناث ومن ذكور كانت أجسامهم من فوق عارية وأجسام للبشر، لكن من جوا يكونون بدون ملامح وغير واضحين، وكل شوية أشتم ريحة كأنهم المي راكد وما يتحرك، ريحة ما تنطاق، وجسمي يبدي يصبه بعرق. أخذت تقريبا 5 أيام وأنا على هاي الحالة، يعني يجيبون لي دكتور، أروح أنا الدكتور يجيبوا لي علاج بدون أي فائدة، وياهل تجيبه يقول ما بيشي. حرارة جسدي مرتفعة 24 ساعة، وجسمي عرقان ويصب مي. تخيلوا أنام بالمكان أقعد كأنه الفراش اللي أنا كنت نايم عليه يعني بيه مي، حتى احد الفرش كان من الاسفنج، بحيث لما عصروه نزل مي، وانتو تخيلوا كميه المي اللي اني كنت انزفها من جسمي. كل اللي موجودين استغربوا باللي حدث، لحد ما باحد الليالي كانوا اهلي نايمين سمعت صوت كانه ينده علي. طلعت اتمشى برا، ما كان اكو اي احد، ورجلي بدات تاخذني، وفجاه غبت عن الوعي، لكن صحيت وانا بوسط مي، والمكان اللي كنت بيه اصلا ما اعرف اني وين، من اللي جابني بهالليل، من اللي رماني ما اعرف. فجاه لقيت نفسي مرتمي، يعني شلون هسه انت غفيان ويجي واحد يرميك بمي وتقعد. بالبدايه قمت ما اعرف اتحرك، لكن بعدين ادركت انه هاني راح اغرق، وقمت اسبح على كيفي لغايه ما رجعت للطرف. راح تقولوا لي وانت ايش مدرك انه انت يعني راح ترجع للطرف؟ لا، شفت اكو وضاءه، فتخيلت اكو احد، وقلت اكيد ذاك الجرف، فبديت اطلع لغاية ما وصلت الجرف وبديت امشي. طبعا اللي صار وياي قلت اكيد هذا حلم، واكيد هسه اني راح اقعد، بس هي هاي الكارثة، اذا انت تشعر بنفسك انه جاي تحلم فانه انت اصلا ما جاي تحلم، انت بحقيقة. وبعد ما طلعت على الجرف مباشرة رحت للمصدر مال الاضاءة، لقيت رجل عادي
يمني رجل كان تعبان مبين كان يشتغل وحتى بيده شباك ما صيد. ظلي طالع بوجهه وقال محتاج اوصلك المكان، انا عندي قارب. قلت له انا وين؟ المهم قال لي انت بالمنطقة الفلانية. قلت له بس انا بيتي بالكذا. صار يضحك قال لي اغلب الناس يجون و... المهم صار مدري شلون يتكلم. المهم اوصلك لو ما تريد اوصلك. قلت له اي وصلني. قال اتبعني. المهم رحت مشيت شوية ورا، رجع راح يمين رجع يسار كان يتحرك بصورة عشوائية لحد ما رجعني مرة ثانية للمي، وبعدين صعدني بلم صغير وبدأ يجذف بيده يجذف يجذف. مشينا مسافة وقام يضحك وفجأة كان يفتر. أول ما افتر كان شكل الرجل غريب، مو نفس الرجل اللي أنا يعني صعدت وياه بالبداية. وجهه تغير، ملامحه كلها تغيرت، ويوم اللي طلعت على أسفل يعني أقدامه من جوا كانت أقدامه كأنه مثل المتلاصقة وحدة بوحدة، يعني أصابعه كان الملصوقات يعني، وقدمه أصلا أقدامه اثنيناتهن كان بهاي الصورة، وكان يحرك بيهن إلي في شيء. أنا هنا أنا ما أعرف اللي حدث لي، لكن بديت أريد أتقيأ، بديت يعني راسي كأنه يدوخ، وفجأة هويت وسقطت بالمي. صحيت وأنا بداخل المي كأنه جاي أغرق، وحدي كان يحاول أنه يسحبني، لكن هالمرة كانت أكو إضاءة وقدرت أشوف الإضاءة شنو مصدرها ما كنت أعرف. كانت أكو مرة هي اللي كانت تسحب بيه وتغرق بيه لحد ما صحيت ولقيت نفسي مرتمي قريب من البيت مالنا، وكان جسمي تقريبا كله منقع ورطب، وكان جسدي بي كدمات وبي شخوط كذلك، وخاصة اقدامي لان كنت ارافص طول الوقت واحاول انه اني اطلع من المي، وكانت اظافرها قوية جدا، يعني رجلي كانت مضروبة بالكامل. المهم يوم اللي رجعت اهلي تفاجأوا، وانت وين كنت؟ شافوا الحالة اللي انا بيها. قلت لهم هذا اللي حدث، فهنا عرفوا انه انا عندي ماس من جن بعد الكلام اللي سمعوه. راحوا وجابوا شخص مختص يعني ويعالج بالرقية حتى يطلعون الجن من عندي. الرجل اللي جابوه يعالجني ما كان عنده الخبرة بكافية بهيج نوع من الجن، لأن أنواع الجن كل واحد وإلى رقية خاصة به، وهيج جن لمن يتسلط عليك يعني يحتاج معاملة خاصة، مو مثل الجن العرضي يعني مثلا أنت تمشي بمكان ويمسك، لا هذا تسلط عليك وصار يتبعك وين ما تروح ويجي عليك بأوقات معينة، يعني الرادلة معاملة خاصة. الرجل هذا حاول يسوي كل شيء لي لكن بدون أي جدوى. المهم تركني الرجل وقال راح أرجع عليه يوم ثاني أسوي له بعد جلسة. الجن اللي بيه عنيد وما راح يطلع بسهولة، مع العلم لا نطق ولا أنا صارت عندي أعراض قوية، بس صار عندنا شفان بهاي المنطقة كأنهم فطرة كأنهم ولا يحماي أبد. وأول ما طلع الرجل قلت لهم أريد أدخل للحمام، رحت ودخلت للحمام سديت الباب علي وفتحت المي وبديت أشرب من المي، لكن عندي يبسان مو طبيعي. أشرب المي منه وألقى أنه شفايفي يابسة جدا وأحس بعطش شديد وجسمي بدأ يتعب وصرت ما أقدر أتحرك. واللي كان يجي يسألني يقول لي ها بيك شي شو تتأخرت، ما أعرف من يجاوب بمكان بنفس صوتي، يقول لهم لا بعدني. اصلا انا كأنه مشلول بالحمام على الارض وما اقدر اتحرك ابد، وفجأة ما حسيت غير حاجة تحجب الاضاءة اللي كانت قدامي. ويوم اللي طالعت لقيت مرة واقفة، المرة كانت اطرافها طويلة اديها بعد شوية وتوصل للارض، واقدامها ما كانت طويلة كانت قصيرة لكن شبه ملتصقة، وجسمها كان من فوق عاري تماما يعني جسم انثوي لكن عاري، والمرة كانت ملامحها حادة، عيونها كانت مجرورة بصورة مو طبيعية لفوق، يعني عيونها ما كانت عدلة مثل مال البشر يعني هسه العاديين، ما كانت بهذا الشكل، كانت بهذا الشكل، والمرة كأنه إلها مثل القرنين إكسار طالحات من جبهتها، والمرة شعرها باللون تقريبا الأحمر، واقف وقاية بهالشكل هذا، مستحيل أحد يصدق شخص يطلع له أو يشاهد هيج منظر قدامه. بديت اطالع بيها وانا شبه فاقد وعي، اشوفها وطالع لغاية ما دنقت علي وصارت الدنيا ظلمة بعيني. وبعدها صحيت لقيت نفسي على السرير، اهلي كاسرين الباب مال الحمام بعد ما سامعيني اصرخ، لكن
كنت ما أتذكر هو شنو اللي حدث بالضبط بديك الساعة. صاروا بين فترة وفترة الجن ياخذوني، ياخذوني للبحر وألقى نفسي مشمورة بأماكن بها مي. حتى من العسكرية اللي أنا كنت أداوم بيها انطوني إجازة مفتوحة بسبب حالتي، لأن التحقت بذاك الوقت وانصرعت وبديت أشوف ناس وكيانات مرعبة بداخل المعسكر مالنا. المهم في وقتها انطوني يعني وطلعوني أسباب خاصة لأن حالتي كان يرثى لها، يعني ودوني على أطباء وكشفوا علي كنت شبه مجنون، أنسى هواي، مثلا أمشي وما أدري بنفسي، هاي كلها تصير وياي لغاية ما فجأة أحس أنه أنا مسوي غلط. هذا الشيء اللي كان يحدث لغاية ما رجعوني للبيت، وأهلي تعبوا أنه أنا يوميا أروح المكان، لكن بالحقيقة مو أني أشوف شخص يجي يأخذني ويروح، ودائما أشوف هالشخص هذا اللي شفته بالبداية وكان ما يتكلم، ألقاه شايل إضاءة وواقف فوقاي، وبعدها يا أما يغمى علي يا أما أسمع صوتي يناديني وأنا أطلع هم يغمى علي، وما أشعر غير موجود بالمي أو مكان بي مي، لحد ما جابوا شخص يفتهم بالرقي وقال هالشخص هذا أو هذا الإنسان ما راح تقدرون تعالجونه إلا بحالة واحدة، هذا يربط بالمكان ويتحصن وينحط بمكان ينقري بي قرآن ويشتغل يمه قرآن، وبالليل ما ينترك واحدة نهائيين، والباب تنقفل عليه، وقبل لا تقفلون الباب تقرون المعوذات وانتو جاي تقفلون به، وتحاولون تسدون شكو فتحة موجودة بالغرفة وتخلون أحد ينام وياه. وفعلا يوم اللي خلاني اليوم الأول تحملت، وباليوم الثاني بديت أنصرع وبديت أشوف كأنه شخص يقول لي أطلع أو أسمع صوتي ناديني وينخر بمخي يقول لي قوم أطلع وتعال أريدك، وبديت أشوف مرة دائما هي اللي كانت تقول لي تعال، بديت أشوفها بمناماتي والأحلام، أحيانا أشوفها بشكل جميل وتحاول أن تقول لي تعال، وبعد ما تطلب مني عدة أشياء وتحاول تغريني بجسدها أفتح عيوني أريد أطلع ألقى الباب مقفولة واللي نايم يمي كان يمنعني، أبدي أصرخ عليه وأقول له أريد أطلع أريد أتنفس ما يقبل، يعني يوم ابن عمي يوم قريب إلي يوم كذا يوم والدتي، وبدأ هالشخص هذا بين فترة وفترة يجي ويعالجني ويحصن بي، والعملية هاي أخذت تقريبا أكثر من 4 شهور يلا قدرت أتعالج من هذا الجن. جن البحار هو أصعب أنواع الجن اللي ممكن يتعرض إلى الإنسان، الجن هذا عنيد جدا، والجن هذا يبدي ياخذك الأماكن وحتى عقلك أحيانا تفقده لغاية ما يمل من هاي الوضعية، وبيوم من الأيام يخليك تنزل للبحر بقدامك، لكن ينطيك شعور أنه رموك أو ينطيك إحساس أو شعور أنه يلا أنت انزل بقدمك وتنزل، وفجأة ينقضون عليك وتغرق بالمكان، يا أما ينزلك بمكان بيه أعشاب بحرية تلتف على جسدك أو هو يلفها وتظل جوه وتغرق، يا أما رب العالمين إذا كاتب لك حياة راح يجي شخص وينقذك ويطلعك. وهذا اللي صار ويا اليمني صاحب القصة، فقلت له أنت ليش ما انطيتني كل الأماكن؟ قال أغلب الأماكن والأسماء صعبة عليك أن تنطقها أول شيء، وثاني شيء هاي خصوصية لي ما أقدر أذكر لك كل الأشياء اللي حدثت، وأكو أشياء بيها زاد 18 أصلا ما تطرقت إليه. قصة اليوم كانت من أغرب القصص اللي مرت علي شخصيا، أنتوا رأيكم شنو بيها؟ اكتبوا لي إياه بتعليق. المهم احنا وصلنا لنهاية الفيديو، أريد من عندك تحط لايك إذا أنت كنت ما حاط لايك تشجيعا إليه، وانتظرني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.